الكذب عند الأطفال، هذا الموضوع اللي بيعاني منه كتير من الأهل لما يشوفوا إنه أولادهم عم بيخبوا الحقيقة أو ما عم بيحكوا إيش بيصير معاهم أو بيحاولوا إنهم يختلقوا أعذار أحياناً لما يسألوهم بعض الأسئلة. هل هذا كذب ممكن إنه يضلوا معاهم ويستمر وتصير مشكلة لما يكبروا؟ وكيف ممكن نتصرف بهيك حالة وإيش لازم نعمل مع أولادنا؟ روان أبو عزام موجودة معنا اليوم لحتى تحكي لنا أكثر بالكذب عند الأطفال. صباح الخير. صباح الخير، سعد صباحكم. أهلا وسهلا. أنا أول مرة يعني أنا الله يسلمك اشتقنا لك روان. أنا كمان مبروك البيبي حبيبتي، الله يبارك فيكي. أنا عندي اقتراح إنه نبدأ بالكذب عند الكبار لأنه بالآخر من وين راح يتعلموا الكذب كأطفال؟ هو الكبار أكبر نموذج. خلينا نحكي، هل هو أمر غريزي الكذب أو هل هو أمر مكتسب كبداية؟ هلأ بداية إحنا ككبار هيك بنحس كتير من الأبهات والأمهات بحسوا بالفشل، إنه إذا لاحظوا إنه ابنهم عم بلش يكذب أو بلش بالفشل في العملية التربوية، إنه أنا ما عرفت أربي شكلي الولد، بلش يكذب، بلش ما يقول الحقيقة، بلش يخبي علي، خايفة بكرة رح يعمل شغلات كتير كبيرة فبحسوا الأهل بالفشل والخوف من عمليتهم التربوية بما لو بلش هذا السلوك. نعم. هلا هو الكذب عند الاطفال احنا بنقدر يعني ندرجه تحت السلوك. هلا سلوك يعني مكتسب من سلوك، يعني هو سلوك يظهر اوقات في سلوك مكتسب وسلوك يظهر من البيئه يعني المحيطه. فهلا احنا بدنا هيك يعني احكي للاهل هيك نقطه عن السلوك بشكل عام. هلا لازم انه ينتبهوا الاهل انه اي سلوك بيسلكه الطفل بيخضع لقاعده السلوك العامه. ايش هي قاعده السلوك العامه؟ انه هو اي سلوك سواء كان جيد او سيء بفعله الطفل لغرضين، انما يتجنب العقوبه او انه الحصول على المكاسب. تمام. فبتحسي بلش مثلا الطفل العنيد بضله يعاند لحتى ما يحصل على الشغله اللي بده اياها. الطفل اللحوح بنفس الشيء. الطفل مثلا اللي بيكذب وبيختلق يعني بيعمل هيك ظهر عنده سلوك كذب بيكون خايف من العقوبه بالدرجه الاولى. نعم. لانه بنكون احنا شديدين كثير بالعقوبه اوقات. نعم. احنا كاهل بنقصي بالعقوبه، واذا بتلاقي اذا حدا حتى لو حدا الحقيقه احنا بنقول له احكي الحقيقه وما رح نعاقبه وبرضه منعاقبه. هاي من أسلوب تعاملنا اللي منزيد إحنا إنه سلوك الكذب عند الطفل للأسف. نعم. طيب بس روان، يعني معناته هون زي ما حكت دانا الأهل عم بشجع أولادهم إنهم يكذبوا، لأنه حتى كمان لما الأهل يقولوا لك أنا ما رح أعاقبك لو بتقول الحقيقة، أنا ما رح أعمل لك إشي ويعاقبه، معناته وعده بإشي وأخل بالوعد، يعني هذا كمان أسوأ. يعني هاي من أحد الأسباب اللي إحنا هيك ما عم نعالج، بالعكس عم نعزز. هو بيقول لك ليش ثاني مرة أحكي الحقيقة ما دام أنا رح أتعاقب؟ الخوف من العقوبة هو أحد أسباب ظهور ظاهرة الكذب عند الأطفال. السبب الأول. السبب الثاني نحكي مثلا عن التقليد زي ما تفضلتي دانا، إنه إحنا إنه قاعدين في البيت روح أحكي ماما للجارة أنا مش موجودة وأنا موجودة في البيت مثلا. فبصير بتعود هو انه عادي، انه احنا ما بنكون عم نصدق قدام الطفل، واحنا لازم يكون القدوه قدامهم، القدوه الحسنه بالتعامل مع الناس. يعني ما بصير نكذب قلنا لهم ما نكذب. على الاربع سنين وجدوا دراسات والعلماء النفس التربويه انه الطفل عندهم دراسه اجروها على الطفل السنتين مثلا بتكون نسبه الكذب عندهم، على فكره هي ظاهره طبيعيه عند الاطفال بنحب نذكر على السنتين، يعني ما نخاف انه مرحله طبيعيه، مرحله طبيعيه. حتى في اختبار على مجموعه من الطلاب حطوهم بقاعه وقالوا لهم ما تلتفتوا للصوت اللي خلفهم، وقاعدين هن مو عارفين انه في كاميرات بتصورهم. الأغرب من هيك إنه هو الصوت طبعاً مثير، قطار بيمشي وهيك، أطفال 4 سنين وثلاث سنين. لما سألوهم إنه التفتوا قالوا لا، هو هذا الشيء الغريب. فمعظمهم كذبوا، هن أكثر من 50 و60% منهم التفتوا. نعم. فبتحسي هي ظاهرة يعني طبيعية عند الأطفال. إمتى بتتحول للسلوك إنه لازم نعالجه مشان ما يكبر معه، أو لا سمح الله بصير في سلوكين اثنين بيرافقوا الكذب اللي هو السرقة والغش؟ إمتى؟ من لما يكون متكرر وبشكل مستمر وبشكل إنه صار أسلوب بحديث الطفل. طيب. ما عم نحكي مثلا عن اقتباس، أوقات الطفل تحسيه بسرد قصة نسي بيقتبس بيكون يعني خيالي شوي. لا، بنحكي عن كذب في الحقائق يعني. اوكي. معناته بدنا نركز انه اذا شفنا عنده سلوك الكذب احنا كاهل وين يكون اتجاهنا وشو نعمل. بس انا سؤالي، انا مره قرات دراسه غريبه استغربت منها انه الكذب عند الاطفال علامه على الذكاء. ممكن نربط بين انه
الذكاء او القدرات العقليه خصوصا بعمر صغير انه موصل معه مرحله انه يخفي الحقائق، ممكن تكون هي علامه على الذكاء. هلا احنا اخفاء الحقائق يعني اوقات بيكون نوعا ما، مثلا احنا كيف نخفي الحقائق؟ هلا هاي الفازه انكسرت جوا البيت، انت عارفه انه هو اللي كسرها، بتلاقينا كيف مين اللي كسر الفازه؟ هلا هو يعني بده يخفيها باسلوب ذكي، وانت كمان كاهل ما تقومي بدور المحقق يعني. عرفتي كيف؟ فهو هون استخدم هلا بعاده مزبوط كلامك، انه هلا هو الكذب بشكل عام نحكي هيك شوي موضوع انه يعني بده مهارتين، المهاره الاولى الاداره الفكريه والذهنيه، انك فعلا تحبكي الكذبه يعني وتكون انها ما تنكشف، والإدارة العواطف اوقات بتحسي انه يخبي. احنا انفعلنا وخبينا وهيك. فمن الغريب انه حتى الاطفال في عندهم انه يعني اداره لعواطفهم. تذكري اللعبه اللي كان انه المنخار يطول لما يكذب؟ على فكره هاي لا انه يعني شيء علمي، لا انه تدفق الدم على المنخار فانه بيكشف انه هو سابق عصره بينوكيو بالضبط. فهي لها دلائل. طيب. بدها شويه ذكاء، بدها حناكه عند الطفل. أوكي. ففعلا في لها علامات. تمام. انا بدي اسالك اهم سؤال، شو رده الفعل تكون عند الاهل لما انا عارفه انه قدامي الطفل عم بكذب؟ شو اعمل بالضبط؟ هلا انا عارفه انه الطفل عندي عم بكذب، ابتعد عن دور المحقق. اوكي. يعني حتى انا بحقق لدرجه اني بخليه اوقات يحلف. لا يعني لا، انت اللي كسرت، انت اللي عملت، انت اللي مثلا رميت شنطه صاحبك، تحسي انه ايش؟ هو بيقول لا مو انا عارفه انه هو صار متهم، صار متهم وانا عم بحقق. بعدت عن اسلوبي كاب او لام عن الحوار ورحت على دور المحقق. أوكي. فانا ولا واجبرته انه يكذب، اوقات اجبرته انه يحلف. بتصفي والولد والله مو انا، لا مش يعني عرفتي، احنا هون بدنا طريقه حوار حلوه، بدنا يعني احنا دائما شو اعمل بالضبط؟ هلا احنا دائما يعني اسلوبنا بحكي للاهل، انا كثير بقول لهم احنا للاسف بنستخدم الحب هيك العاطفي، ما بنستخدم الحب السلوكي مع الاطفال. بتحسينا انه احنا يعني نملك انه الحب بس ما بنظهره. الحب السلوكي هو الحب الحركي. امتى اخر مره حضننا يعني اي سلوك بيظهر عند الطفل بحاجه الى حب؟ على فكره اي سلوك من سلوكيات يعني بنحكي احنا شوي يعني مزعجه، يعني العناد، الكذب، السرقه، الطفل اللحوح، الطفل الاتكالي، يعني هذه اللي نسميها السلوكيات اللي بتظهر عن الطفل. فبتحسينا احنا ما بنستخدم يعني الحب اللي يعني لازم لما نعالج اي سلوك بنعالجه بحب بالضبط، بحب حركي. كلنا بنحب اولادنا، برضه المعلمه بتحب الطفل، بس ما عم نظهر لهم باسلوب انه هن انه يعرفوا انه مقابلهم بحبهم، عشان يحكي الحقيقه بكل صراحه. ما يخاف الطفل، خوفه من العقوبة، خوفه من انك تنتقلي لدور المحقق، وخوفه من انه يعني شوي توبخيه وتكون العقاب شديد، بتحسي ما عم بحكي الحقيقة. طب ايش اعمل بالضبط كأم؟ يعني لما اعرف انه بيكذب، لما تعرفي انه تكذب مثلا انت بتعدي اخفي، يعني اعملي حالك انك هلا مثلا بهذا الموقف بدك انه لو قلت لي الحقيقة مثلا عادي فيك تقولي له انا بدي اعرف الحقيقة، لو قلت لي الحقيقة ما رح اعاقبك. بتخف عنده، بحس بالامان، الحقيقه بتمشي كثير. انه بتساعدك لحل المشكله طبعا. اكيد هو ما في حقيقه ما في حل مشكله طبعا. فحسس الطفل في الامان، حاوري الطفل، خفف من العقوبه. كيف بدي افهمه انه ما تكذب مره ثانيه؟ بالضبط. اوقات كثير حسيتي انه اليوم مضى وكذب، ما حسيتي حالك عملتي يعني تعديل للسلوك، اخر الليل قصه صغيره عن هيك اي شخصيه بحبها الطفل، او عن اي قريب، كيف انه يعني الاخلاص والصدق والتعامل الطيب مع الناس لها اثر ايجابي. بتحسي هو انا عملت اليوم، حس بتانيب الضمير لحاله. من الاطفال زي ما تفضلتي اذكياء، بيعرف حاله انه عمل غلط. دائما نتحدث عن يعني الاخلاق والقيم الحلوه كثير في مثل انا في هيك يعني عقاب هيك شوي حلو للي بيكذبوا داخل المنزل، اذا في حصاله داخل المنزل انه روح، اذا حسيتي انه الطفل كذب وانت اكتشفتي هو كان يعني معاكي فعلا، ماما انا خبيت عليك، انه قوم يعني اي مبلغ بسيط وتبرع فيه، انه هيك زي انه فانت غرستي فيه حب الصدقه والتعامل، نفس الوقت عاقبتيه انك اخذتي من مصرياته من حصل. هذا كثير في اسلوب حلو يعني، وبيسلي الاطفال، بزرع قيمه حلوه عند الطفل وبيعدل سلوك سيء عند الطفل بنفس الوقت. كثير حلو ايجابي هذا السلوك طبعا. واكيد لازم دائما زي ما قلتي دائما المحبه تكون موجوده بالتعامل بيننا وبين اولادنا. روان شكرا جزيلا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك.